هذا واختتم وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أعماله اليوم في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات الأخرى ذات الصلة المنعقدة في العاصمة الصربية بلغراد خلال الفترة من 13 إلى 18 من أكتوبر الجاري، حيث حضر اليوم الجلسة الختامية لكل من أعمال المجلس الحاكم 205 والجمعية العامة، حيث تم انتخاب سعادة العضو جميلة سلمان ممثلاً للمجموعة العربية في لجنة احترام القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي في إنجاز يعد الأول من نوعه لمملكة البحرين في عضوية هذه اللجنة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من بلغراد سعادة السيد عبد الله الذوادي عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب عبد الله. أسعد الله مساكم بكل خير. سعادة النائب، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وتحديدا مشاركتكم في لجنة السلم والأمن الدوليين بالاتحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كانت لنا مشاركات عديدة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي دورة 141، ومنها يعني منها لجان حقوق الإنسان، والذي يعني اقترح موضوع من قبل هولندا لحماية الأطفال من الابتزاز على الإنترنت، والذي سوف يناقش في اجتماعات لاحقة في دورة 142 في جنيف. أما عن لجنة السلم والأمن الدوليين، كان لنا ورقة في هذا في هذه اللجنة كانت بعنوان استراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن لمواجهة التهديدات والنزاعات الناتجة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ. وقد كما تعلمون يعني وجه سيدي جلالة الملك في كلمة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس في الاستمرار في تطوير سياسة مملكة البحرين في مواجهة هذه الظاهرة لتطوير الوضع البيئي والمناخي في مملكة البحرين. طبعا البحرين قامت بعدة مبادرات منذ في هذا الشأن، حيث قامت مملكة البحرين بالتصديق على اتفاقية باريس لتغيير المناخ في ديسمبر 2016، والتي دمجت تهديدات التغيير المناخي في السياسات الوطنية لجميع القطاعات في مملكة البحرين، مما يمكنها من رفع قدراتها في تلبية متطلبات التكيف والتخفيف من تغيير المناخ. كما قامت البحرين بحملات توعية في المدارس حول قضايا التغيير المناخي. وأيضا أخي العزيز، قامت مملكة البحرين بإعداد استراتيجية وطنية لحماية البيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وبرامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بالاشتراك مع الجهات المختلفة القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ومراكز الأبحاث. طبعا البحرين لها إسهامات كبيرة في هذا المجال، وعلى مر السنين يعني تم إحراز تقدم كبير في دعم التزامات مملكة البحرين بالإبلاغ الوطني والتواصل بشأن التزامات تغيير المناخ للأمم المتحدة. وهذه جميعها طبعا تنصب في دور البرلمان الدولي في تبني هذه القضايا المهمة. وقد يعني أدى نشر هذا التقرير الذي قدمته مملكة البحرين لتحقيق التناسق بين أصحاب المصلحة الوطنيين في جميع القطاعات. نعم. ومن النتائج الرئيسية لنشر هذا التقرير هو إدماج اعتبارات ارتفاع مستوى سطح البحر ضمن السياسة الإنمائية الوطنية، مما أدى لزيادة ارتفاع المسموع به لأنشطة وضع الحياق الأساسية لإصلاح الأراضي. يعني هذه كانت يعني باختصار يعني محور ورقة اللي تقدمناها بها اليوم، وكانت يعني قوبلت بارتياح وترحيب كبير في دورة الانعقاد في الاتحاد البرلماني الدولي. نعم، من بلغراد سعادة السيد عبد الله الذوادي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.